السلام عليكم. الطلاب المبتعثون في قلب المعاناة مجددا، هذه اللافتة العريضة والجريحة تحضر بين فترة وأخرى كحالة احتجاج مرفوعة بالقرب من سارية العلم الجمهوري لسفارات بلادنا في الخارج، من الرباط إلى موسكو ومن تونس إلى الخرطوم ومن القاهرة إلى إسلام أباد. ينصرف الطلاب المبتعثون عن مقاعد الجامعة للوقوف على رصيف السفارة من أجل حقوقهم الطبيعية التي لا تزال قيد الإهمال. الحلول غير الشاملة والتي بدأتها الحكومة الشرعية حلت إشكاليات بعض طلاب التعليم العالي في بعض الدول، لكنها استثنت بعض الدول إضافة إلى إشكاليات الطلاب المبتعثين من الجهات والمؤسسات والجامعات الذين تم استثناءهم من تلك الحلول. غياب الحلول الجذرية الشاملة يجعل الطلاب في حالة احتجاجات دائمة ومصيرهم التعليمي مهدد. وبيانات الطلاب ووقفاتهم الاحتجاجية تؤكد مطالب مشروعة محددة وواضحة. تلك المطالب كما تضمنتها البيانات صرف المستحقات المالية وفتح أبواب السفارات لتسهيل المعاملات، لكن هذه المطالب تذهب أدراج الرياح إذ لا تجد من يهتم بها أو يشعر بأصحابها. المساء اليمني مشاهدينا الكرام وضمن إسنادي للحقوق والحريات يسلط الضوء على وضع نحو 5700 طالب من الطلاب المبتعثين وهم في قلب المعاناة. دعونا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير. للأسف الشديد فوجئنا بإغلاق باب السفارة في وجوهنا. هذا هو حال الطلاب اليمنيين المبتعثين في تونس والمغرب والسودان ولبنان وغيرها من الدول، فمن بين 38 دولة يدرس فيها الطلاب اليمنيون صرفت الحكومة مستحقات مبتعثيها في 15 دولة فقط، بينما تركت الآخرين لمصيرهم المجهول. وصل الحال ببعض الطلاب أنه لم يجد ما يسد به رمقه، والبعض الآخر اضطر لإخلاء المنازل لعجزه عن دفع إيجار السكن، وأوقفت الجامعات بعضهم لتأخرهم عن دفع الرسوم الدراسية. من يوصفون بأنهم مستقبل اليمن الجديد ها هم في العراء أو على أرصفة السفارات بلا مصاريف ضرورية تحمل عنهم هم السكن والأكل والشرب. على هذه الحال منذ أكثر من 5 أشهر دون تحرك لائق من قبل الحكومة الشرعية. منذ بدء احتجاجات الطلاب للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة، بدت الحكومة في تعاملها مع هذا الملف كمطفأة للحرائق، فحيثما اشتعلت حدة الاحتجاجات في دولة ما، سعت الحكومة لإرسال مستحقات الطلاب في هذه الدولة فقط، واستمرار حرمان الآخرين، بالرغم من توجيهات رئيس الوزراء الواضحة للجنة المختصة بصرف مستحقات جميع الطلاب في الخارج. بالنسبة لي أعلن تضامني المطلق، لأنها قضية بصراحة موجعة جدا. لم يعد أمام الطلاب ما يمكن أن يخسروه وهم يفترشون صالات السفارات في العديد من الدول. أما في تونس فحتى بلاط السفارة لم يسمح للطلاب أن يفترشوه، فقد منعهم السفير من دخول مبنى السفارة لإيصال رسالتهم الاحتجاجية. نحن اليوم نقف صفا واحدا. يتساءل هؤلاء إلى متى ستظل الحقوق الأساسية مطلبا صعب المنال، وهل سيتطلب الأمر حملة احتجاجية كل 3 أشهر للحصول على المستحقات؟ سؤال ينتظر الإجابة عنه من قبل الحكومة الشرعية لحسم ملف من المعيب أن يظل على الطاولة طويلا. إذن مشاهدينا الكرام لمناقشة هذه الحلقة ينضم معي عبر سكايب الأستاذ وهبي فؤاد شمسان، طالب تعليم فني مبتعث في تونس، وسينضم معه آخرون أيضا خلال الحلقة. مساء الخير أستاذ وهبي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. أهلا بك معنا في هذه الحلقة والتي نناقش فيها أوضاعكم. بداية حدثنا لكي يعني نسلط الضوء على معاناة الطلاب في تونس. نشكركم على وقفتكم مع الطلاب المبتعثين في الخارج ونقل معاناتهم، شكرا لقناة بلقيس. بالحقيقة نحن طلاب التعليم الفني المبتعثون في تونس نعاني من 5 أشهر لعدم صرف مستحقاتنا المالية، ولم يعيرونا أي اهتمام لذلك. كل مرة وعود وكل مرة وعود وراء وعود وتذهب أدراج الرياح. إلى الآن لم نلتمس منهم أي شيء، حتى أسماءنا لم تذكر، حتى كي بعثوا في كي وجه
رئيس الوزراء بصرف للدول العاشر تونس لم تذكر، رغم انهم للتعليم العالي، اما التعليم الفني لم يذكر بتاتا. نعم، اذا يعني وهبي نحن نلاحظ الان يعني الطلاب يحملون اللافتات من خلفك، هناك اشارات بمطالب بصرف الربع الرابع والاول ايضا من عام 2017، معاناه الطلاب لم تعد تحتمل، تونس بغير مستحقات منذ 5 أشهر، هذا ما استطعت قراءته. يعني كيف كان تجاوب السفارة معكم في هذه المسألة وهبي؟ لا يوجد أي تجاوب. طبعا نحن قعدنا إلى جنب السفارة ولم يفتحوا الباب، ندخل نكلم السفير ولا أي شيء من هذا. كل اللي يحبوه أنهم يعطونا من 50 إلى 100 دولار على خاطر علشان نمشي بها من اسبوع الى اسبوعين، وبعد ذلك نعاود نطلب ال100 وال150 مره اخرى. نعم. نحن لا نطالب بال100 وال50، نحن نطالب مستحقاتنا بالكل. نعم. طيب وهبي، يعني بحسب قياده طلابيه يعني هناك 38 دوله ابتعاث، دوله ابتعاث تم صرف فقط ل 17 ل 15 دوله وتبقى البقيه، برايك لما لم يتم صرف يعني المبالغ الماليه لبقيه الدول؟ هذا ما نبحث عليه. نحن كل مره نمشي للسفاره يقولوا لنا نحن اول من بعثنا الكشوفات، ولكن على ما شفنا نلاحظ عكس ذلك، لم نلقى اي شيء، لم يذكروا تونس بتاتا. نعم. كم عددكم وهبي، كم عدد الطلاب اليمنيين المبتعثين؟ طلاب التعليم الفني 42 طالب وطالبه. 42 طالب وطالبة من التعليم الفني. طيب هل راسلتم الجهة المعنية التي قامت بابتعاثكم؟ نحن لم نراسل حد، كل ما نعمله اننا كل ما بين اسبوع واسبوعين نطلع الى السفارة وهي تقول انها قالت بعثت مذكرات او ما الى ذلك، ولكن لم نلمس اي شيء في الواقع. نعم، لكن وهبي يعني لما لم تتم يعني مراسلة الجهات المعنية؟ يعني هل لديكم اتحاد يحمل معاناتكم؟ هل تتحدثون بلغة واحدة يعني مراسلة الجهات المعنية بهذا الشكل؟ يعني ربما لن يلتفت لكم أحدا إذا أنتم فقط تطرقون باب السفارة. لا، نحن كي نطرق طرقنا بكل الأبواب لكن لا أحد يستجيب. نعم، إذا شكرا لك وهبي فؤاد شمسان، طالب تعليم فني مبتعث في تونس، كنت معنا عبر سكايب من تونس. ننتقل الآن عبر الهاتف للأستاذ بشير زندال، طالب دكتوراه مبتعث من الجامعات من المغرب. مساء الخير دكتور بشير. مساء الخير أستاذ آسيا، كيف حالكم؟ أهلا بك معنا دكتور. يعني بداية حدثنا عن أوضاع الطلاب المعتصمين في المغرب. لنا أكثر من 3 أسابيع موجودين في المغرب. نعم. معتصمين من عدة جهات، سواء كان التعليم العالي أو من الجامعات أو من المهنيين أو من الجهات الأخرى. نعم. ولكن الآن مع الوعد الذي يعني تلقيناه أنه حيكون موجود منح التعليم العالي فقط، ما زلنا مستمرين الاعتصام، الجامعات والتعليم الفني بالإضافة إلى بقية الجهات الأخرى، حتى من لديهم استمرارية ومن لديهم مثلا وعد بتصحيح أوضاعهم. نعم. موجودين مستمرين في الاعتصام، وسنستمر إلى أن تصل من إحنا سواء الربع الرابع لعام 2016 والربع الأول في عام 2017. نعم، لكن تداخل المشكلات دكتور بشير يعني ما بين تعليم عالي وتعليم مهني وأيضا جامعات، هل يعني تستطيعون حل هذه الإشكالية؟ خاصة أن الحلول عادة يعني كما تابعنا خلال الحلقات السابقة كانت معنية لطلاب الابتعاث من التعليم العالي فقط. للأسف المشاكل هم وضعوها بأنفسهم، لم يكن هناك أي مشكلة، كانت المنح كلها ترسل لكل الموفدين في يوم في وقت واحد، ولكن الآن للأسف مثلا ماليزيا أرسلوا كل المنح في نفس الفترة، ولكن الآن بدأوا من مصر وبعض الدول الآن لم يرسلوا إلا فقط التعليم العالي، الجامعات لم يرسلوها، بقية الجهات الأخرى أيضا لم يرسلوها، هم اختلقوا هذه المشكلة. لا أدري ما السبب، لا أدري ما يعني لماذا هذا الحل الجزئي وليس الحل الكلي للمشكلة القائمة.
نعم، كان لكم اليوم وقفة احتجاجية بحضور حقوقيين، حدثنا عنها وما مدى تأثير وجود يعني تفاعل من الجانب الحقوقي لكثير من الناشطين سواء على الفيسبوك أو في الإعلام أو بحضورهم معكم؟ جميل، الاعتصام طبعا هو مستمر في السفارة بشكل دائم، ولكن لدينا في بداية كل أسبوع لدينا وقفة احتجاجية بحيث ينضم إليها الطلبة القادمون من مدن أخرى أو الطلبة المشغولون دائما طوال الأسبوع بالدراسة. تكون عادة الوقفة كبيرة ونصدر فيها بيان، وبحضور طاقم السفارة الذي أريد هنا أن أقدم شكري له لتعاونه معنا. كان اليوم صادف وجود الأستاذ شوقي القاضي البرلماني والحقوقي، وكان وجود أيضا له فاعل له دور كبير أيضا في منحنا الكثير من المعنويات وإعطانا دفعة أو ما نسميها طاقة للاستمرار في اعتصامنا. هذا الشيء يعني نتمنى أنه يتم أيضا في بقية السفارات، بقية الملحقيات الموجود فيها الطلبة في بقية الدول، أن يكون هناك دعم من الحقوقيين، من القنوات أيضا الإعلامية. وبالمناسبة هنا أيضا أشكر قناة بلقيس على يعني التواصل الدائم ونقل وإيصال رسالتنا بشكل دائم إلى الجهات المعنية. نعم، هذا هو واجبنا دكتور. يعني اليوم أصدرتم بيان، حدثنا عن أبرز النقاط التي تناوله البيان. في بياننا تناولنا أننا سوف نستمر في اعتصامنا، وسنؤجل الخطوة التصعيدية التي كنا قد أعلناها مسبقا بغية إتاحة الفرصة أكثر يعني للجهات المعنية لإيجاد الحل، ولكننا أيضا في بياننا أصرينا على أننا سوف نواصل الاعتصام إلى أن تتم حل جميع إشكالياتنا. نعم، طيب دكتور، يعني لكم 3 أسابيع حتى الآن، ما هي آخر المستجدات؟ يعني مع من أنتم تتواصلون بالضبط؟ وهل أنتم يعني شكلتم جهة مخولة بالتواصل؟ اعتمدتم على الاتحاد؟ كيف تسير أمور الاعتصام بالضبط؟ أمور الاعتصام يعني تجري بشكل جيد، لا إشكالية يعني لدينا سواء كان مع السفارة أو مع غيرها. والسفارة تقوم بإيصال مثلا مذكراتنا وطالبنا إلى الحكومة الشرعية، ولكن تظل لدينا مثلا الآن العز الدين الأصبحي، الأستاذ عز الدين الأصبحي هو سفير اليمن في المغرب. نعم، وهو الآن المسؤول أمامنا ليس فقط من أجل الطلاب المغرب، ولكنه أعتقد تم تكليفه بحل إشكالية 9 دول من بينها من ضمنها المغرب، لذلك فهو المسؤول الأول أمامنا في إيجاد حل لإشكالية جميع الطلاب في كل الدول ومن ضمنها المغرب. نعم، طيب يعني ما مدى تواصلكم مع بقية الطلاب في بقية الدول التي يعني نحن على علم بأن هناك أكثر يعني من 15 دولة لم يتم صرف لها، أو بمعنى أصح صرف فقط 15 من أصل 38، هل يتم التواصل معهم، التنسيق أيضا عبر تنسيقيات الطلاب، كيف تتصرفون؟ يتم التواصل مع زملائنا في بعض الدول، ولكن للأسف أحيانا يكون هناك بعض التخاذل، وللأسف أن الاعتصامات هذا حصلت في فصل الشتاء والبرد شديد في أغلب السفارات، فزملائنا أحيانا لا يستطيعون مقاومة الاعتصام. لا. وأتمنى دائما أن يتم التواصل أكثر وأكثر مع بقية زملائهم في المنسقية العليا للطلاب اليمنيين في الخارج. ما أريد أيضا هو أن لا يتم التخاذل، أن يكون هناك يعني اعتصام إلى أن تأتي حقوقنا، ولن تأتي حقوقنا إلا بالاعتصام. نعم، يعني ما هي آخر الوعود التي وصلتكم دكتور بشير؟ آخر ما وصل من سواء كلمنا مع السفير هنا أن منحة طلاب التعليم العالي فقط هي من ستصل في الأسبوع المقبل. نعم، طلاب التعليم العالي فقط، لا يوجد لا طلاب الجامعة ولا طلاب الفنيين ولا بقية الجهات الأخرى. هذا آخر الوعود الموجودة. للأسف الإشكالي المشاكل كبيرة، سواء حتى لو الآن أتيت المنح للربع الرابع، الآن أصبحنا في منتصف الربع الأول، يعني كلها أسبوعين أو 3، حتى ولو استلمنا سيعود الطلاب للعصام من جديد. أيضا هناك ترحيل للمشاكل لا حل لها. نعم. أيضا لدينا بعض الدول بحاجة إلى رسوم التسجيل بداية العام، سيتم حرمانهم من اختبارات الترم الأول. نعم. إشكاليات كثيرة للأسف لا يتم حلها بل ترحيلها وهي تتراكم ككرة ثلج
نعم دكتور، يعني نحن كنا نتمنى أن تكون معنا أي جهة مسؤولة في هذه الحلقة يعني إرسال أو للاستماع لأصواتكم، لكن للأسف لم يعني يستجب معنا أحد. في نهاية الأمر يعني على الأقل ندع الناس يسمعوا لأصواتكم. شكرا جزيلا لك دكتور بشير زندال، طالب دكتوراه مبتعث الجامعات، كنت معنا عبر الهاتف من المغرب. الآن ينضم معنا عبر سكايب الأستاذ ياسر المشرمة، طالب دكتوراه مبتعث جامعة أيضا من تركيا أو من إسطنبول. مساء الخير دكتور ياسر. مساء النور، أهلا بك معنا. حدثنا أيضا عن هذه المعاناة، لما يعني نجد أن هناك تهاون للأسف الشديد تجاه مستحقات الطلاب في أكثر من دولة؟ في البداية أقدم بالشكر الجدير لقناة بلقيس لإتاحة الفرصة لعرض معاناة مفيدية الجامعات. في المقابل يعني أسف للتصريحات الإعلامية التي قاموا بها بعض الصحفيين في بعض المواقع الإلكترونية بنسبة اعتصامات الطلاب بدعم خارجي بدعم جهات حزبية. أولا أحب أقول في البداية أن هذا الشيء يعني عالي من الصحة، ويعني الطلاب بيعتصموا هنا مطالبة مطالبة مستحقاتهم دون أي توجه سياسي، دون أي توجه حزبي، دون أي أغراض أخرى. بالنسبة لسؤالك حول تجاهل الجامعة الجهات الحكومية لوضع الطلاب في الخارج، في البداية يعني المشكلة هنا عندنا مشكلتين: مشكلة تجاهل الحكومة لموفدية التعليم العالي بنسبة 50%، وتجاهل الحكومة لموفدية الجامعات بشكل 100%. أحب أعرج على ما ذكر الدكتور بشير زندال، هو ذكر أنه تم صرف موفدية الجامعات في ماليزيا، هذا شيء غير صحيح. لم يصرف لموفدية الجامعات اليمنية في ماليزيا غير معاش شهر واحد فقط، معاش شهر واحد كان شهر أو ربع، يعني ربع أم شهر، لم يصرف لهم ربع كامل، صرف لهم معاش شهر واحد من الربع الرابع كسلفة حتى تحل المشكلة. هذا الشيء كان قبل شهر ونص وإلى الآن لم تحل المشكلة. نعم، طب يعني أنتم مشكلتكم طلاب الجامعات أو موفدية الجامعات دكتور ياسر، يعني من تخاطبون؟ هل الجهة المعنية بكم هل هي وزارة التعليم العالي أم الجامعة التي ابتعثتكم؟ يا أختي العزيزة، في الوضع الحالي إحنا في وضع استثنائي. يعني الدكتور حسين باسلامة يقوم يلقى تصريح يقول لك إن الجامعات لها موازنة خاصة، الجامعة موازنتها الخاصة بتقرها الحكومة. إحنا الآن في وضع استثنائي، في وضع يعني البلاد يعني لا نقدر نقول الجامعات هي من تتولى مسؤوليتنا. في عندما يكون هناك خلافات في الجامعات تلجأ الجامعات إلى وزارة التعليم العالي وتلجأ إلى الحكومة. الآن إحنا في وضع استثنائي، هذا الوضع الاستثنائي يجبر على الحكومة أن تتدخل لحل المشاكل. موفدية الجامعات في أكثر من دولة لم يعطوا أي اهتمام. مثلا على سبيل المثال عندنا، أنا في تركيا الآن أدرس في تركيا، صحيح السفارة متجاوبة معنا وأشكر السفير وأشكر الدكتور الأستاذ عماد بامطرف والأستاذ محمد باكر، ولكن تصريحات السفير وتصريحات السفارة بتقول لك نحن لحد الآن سيكون الدفعة الأولى موفدية التعليم العالي، موفدية الجامعات متى؟ ما حدا بيعرف. طيب نحن الآن في نهاية الشهر الأول، نحن المفروض الآن نستلم الربع الأول، ليس الربع الرابع وإنما الربع الأول والربع الرابع. هذه أول المشكلة. الثانية، موفدية الجامعات أغلبهم موفدين، يعني الجامعات نظام إفادة يختلف عن نظام التعليم العالي. موفدية الجامعات بيتم إفادهم يعني إجباري لأنه موفد معين في الجامعة ولا بد عليه أن يخلص الماجستير والدكتوراه قبل سن معين، بالتالي بيتم إفادهم برسوم تبادل ثقافي. الطلبة اللي في ماليزيا والطلبة اللي في مصر وأغلب الطلبة في أغلب دول العالم برسوم دراسية، الآن كلهم مهددين بالفصل من الجامعة لعدم دفع الرسوم. السفارات، بعض السفارات تجاوبت بعض السفارات لم تتجاوب، على الأقل لم يتدخلوا مع الجامعات بعمل مذكرات بعمل شيء إمهال الطلاب حتى يصلحوا، يعني حتى تحل أوضاع من اليمن. حاليا نحن يعني كما يعني لو كانت الأمور تجري في اليمن في مسارها الطبيعي، نعم، والأوضاع هادية ولا يوجد أي مشاكل، صحيح الجامعات لها موازنة خاصة كما ذكر الدكتور وزير التعليم العالي، ولكن احنا في الوقت الحالي نحن الجامعات الموازنة التي تحدد للجامعات هي من تحددها الحكومة، والحكومة حتى هذه اللحظة لم تحدد موازنة للجامعات. طيب يعني حتى نفهم منك دكتور ياسر، نفهم منك ويفهم بقية المشاهدين، يعني الآن أنتم مبتعثين جامعات، وزارة التعليم العالي كنتم تستلمون مستحقاتكم عبر الجامعات أم وزارة التعليم العالي؟ يعني الكشوفات بمعنى أدق
هي موجودة أيضا عند التعليم العالي، يتعلم بعدد الطلاب المبتعثين عبر الجامعات، يتعلم بمستحقات كل طالب، هذا طالب ماجستير، هذا طالب دكتوراه، هل تعرف بهذه التفاصيل؟ مجموعة بسيطة من موفدي الجامعات الذي هم موفدي التبادل الثقافي، هذا كان يستلم عبر التعليم العالي. نحن كنا نستلم عبر الجامعات، عبر كشوفات ترفع من الجامعات إلى وزارة المالية، وزارة المالية تخاطب البنك، والبنك يعزم يرسل بمستحقات الطلاب. هذا النظام المتبع، ولكن احنا الان في وضع استثنائي، في وضع بلاد يعني الاوضاع ليست مستقره، زي يعني المفروض الان الحكومه تتدخل في حل مشاكل طلاب الجامعه. هل تواصلتم اذا مع الحكومه؟ هل تواصلتم مع رئيس الحكومه الدكتور ياسر؟ هل حاولتم التواصل يعني اذا كان يعني نعم. اقول الان اتواصلت مع الدكتور محي عبد الملك المخلاقي اكثر من 50 مره، رفض يرد علي برسائل خاصه عبر وساطات، يعني وعدني انه يحل المشكله، طيب وعدني انه يحل المشكله قبل اكثر من شهر ونص، الى الان لم تحل المشكله. نعم. طيب السفارات السفير اليمني، احنا في رابطه موفديه الجامعات اليمنيه دعينا الاعتصامات، دعينا الاعتصامات في ماليزيا، دعينا الاعتصامات في مصر، السفير في مالي في مصر وعدت موفديه الجامعات بحل حتى نهايه شهر واحد، الان احنا في نهايه شهر واحد، لم تحل المشكله. نعم، إذا يبدو لي سيد ياسر أن مشكلتكم يعني لم تحل في السابق ولا في اللاحق، يعني حتى وإن تحدثنا عن طلاب التعليم العالي بوعود معينة أنتم لا توجد لديكم حتى هذه الوعود، إذا ما الذي ستصنعونه؟ في الوقت الحالي نحن في رابطة موفدية الجامعات بدأنا بالتصعيد، سنبدأ بالأسبوع القادم بتصعيد اعتصامات في مصر، اعتصامات في ماليزيا، اعتصامات في تركيا، اعتصامات في أكثر من دولة. سيكون الاعتصامات على شكل ما في البداية اعتصمنا في مصر، اعتصمنا في ماليزيا، اعتصمنا الى جوار الاتحاد العام لطلبة اليمن في تركيا، وكنا حاضرين متواجدين موفدي الجامعات، حضر ممثلين لموفدي الجامعات، وكانت كلها وعود بانه سوف نحل المشكله، اضطرينا نرفع الاعتصامات في ظرف اوضاع الامتحانات وظل الاوضاع اللي تحصل في مصر في ظل اكثر من دوله، اضطرينا ناجل الاعتصامات حتى نهايه شهر واحد، نشوف موعد المواعيد اللي يعطونا اياها في السفارات، لكن الى حد هذا اللحظه ما فيش موفدي الجامعات. الاسبوع القادم سنبدا باعتصامات، اعتصاماتنا مكثفه، نحن موفدي الجامعات لسنا كموفدي التعليم العالي، موفدي الجامعات اغلبنا عوائل، اغلبنا دراسات عليا، يعني ماجستير ودكتوراه، وبالتالي يتم افادنا يعني عبر نظام الجامعات، النظام يعني بيفاد يعني اغلبنا بيجي بزوجته واولاده، يعني وين يروح؟ اين يروح؟ ما فيش معنا حل، بالتالي سنضطر للتصعيد، ما فيش معنا غير الاعتصامات. الاعتصامات حتى ما هو التصعيد الذي ستقومون به يا ياسر؟ مشكلتين كبار، يعني مشكلة الطلاب الذي خلصوا الماجستير، نظام الجامعات ونظام الإيفاد في الجامعات يجبر على الجامعة، يلزم الجامعة بأن توفد الطالب للماجستير والدكتوراه. الآن زملائنا بحوالي 300 طالب أكملوا الماجستير ويطالبوا باستمرارية للدكتوراه، ما فيش استمرارية. زملاء آخرين أكملوا الدكتوراه ويريد العودة إلى بلادهم، ما فيش تذاكر للعودة إلى بلادهم. وين نروح؟ أين الحل؟ يعني ما فيش حل معنا غير الاعتصامات. طيب يعني انت قلت انكم ستبداوا من الاسبوع المقبل التصعيد معين، ما هو هذا التصعيد؟ في البدايه سنبدا باعتصامات، في البدايه سنكون الاعتصام في مصر درجه اولى، ثم تحول الى ماليزيا، ثم نتحول الى الهند وتركيا واكثر من دوله، بس في البدايه سيكون بدايه الاعتصام في ماليزيا، عفوا في مصر. نعم. طيب ياسر، يعني كم عددكم هنا في تركيا طلاب الابتعاث تعليقات الجامعات؟ بالنسبه لعدد المبتعثين في الجامعه في تركيا ما لسنا عددنا عدد كبير، يعني في تركيا موفدي الجامعات والوزارات والجهات الاخرى 40 طالب، الجامعات تمثل حوالي 20 طالب او 50%. نعم. لكن عندك في مصر موفدي الجامعات في مصر 350 طالب. نعم. موفدي الجامعات في ماليزيا 200 طالب، وفدي الجامعات في الهند 350 طالب. نعم، أعداد ليست بالقليلة. نعم، شكرا جزيلا لك. أعداد وجميعهم يا أستاذ أختي العزيزة، وجميعهم يعني رسوم تبادل، رسوم مقاعد ومنح دراسية، وجميعهم موقفة. الرسوم يعني الرسوم الدراسية ليست بالمبالغ ال 500 دولار ولا 600 دولار، يعني من 3000 دولار و 2000 دولار، يعني أقل رسوم طالب يدفع، أقل طالب في الهند يدفع 2000 دولار، في ماليزيا 3000، في مصر 4000 دولار. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ ياسر المشرمة، طالب دكتوراه مبتعث جامعات، كنت معنا عبر سكايب من تركيا. نتمنى أن يعني نكون أوصلنا رسالتكم كما يجب أو كما هي واضحة لتتضح لبقية المتابعين وأيضا للحكومة حتى تطلع على مشاكلكم بالتفصيل. نذهب لهذا الفاصل مشاهدينا الكرام، ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة.
اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وينضم معنا ايضا عبر الهاتف الاستاذ عبد الحق يعقوب، طالب مبتعث جامعه ايضا من السودان، جامعي في السودان من الخرطوم، ينضم معنا. مساء الخير استاذ عبد الحق. استاذ عبد الحق هل تسمعني؟ إذن سنحاول التواصل بك. مشاهدين الكرام، كما سمعتم للضيوف الذين كانوا قبل الفاصل، هناك يعني مشكلة ابتعاث الجامعات، وهناك مشكلة ابتعاث التعليم العالي، ربما ابتعاث الجامعات والجهات الأخرى هي الأكثر سوءا. وينضم معنا أيضا عبر سكايب هذه المرة الأستاذ قيس المري عبر الهاتف. قيس المري طالب دكتوراه مبتعث روسيا من موسكو. مساء الخير أستاذ قيس. مساء النور، أهلا بك معنا. يعني أنتم مشكلتكم أن الجو جدا يعني بارد في موسكو، كيف تقضون أيام الاعتصام هناك وما هو الجديد بالنسبة لكم؟ والله بداية أحييكم وأحيي مشاهدين قناة القيس، ونشكركم لتسليط الضوء على قضية الطلاب واهتمامكم بالمبتعثين. أختي الكريمة، بداية اسمح لي قبل أن أتطرق إلى موضوع الطلاب اليمن في روسيا، فأنا أوجه سؤال مباشر إلى الحكومة الشرعية، بالتحديد إلى اللجنة المكلفة من فخامة الرئيس عبد الرب منصور بمعالجة مشاكل الطلاب المبتعثين وبأسرع وقت. المتمثل بمعالي وزير الخارجية الدكتور عبد الملك المغلافي، وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور حسين باسلامة. نعم. لماذا العبث والتهاون بأبنائكم الطلاب المبتعثين؟ ولماذا قرارات الحكومة أصبحت بوعود أبدية متراكمة وإلى متى؟ أليس التعليم جزء أساسي لا يتجزأ في بناء الدولة المدنية الحديثة التي يعم فيها الأمن والاستقرار والازدهار في نفس الوقت؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وسيسأل كل شخص يوم القيامة فردا بماذا قدم وماذا عمل في مسؤولية وكلت إليه. بالنسبة لطلاب روسيا، بداية طلاب الاستمرارية والذين يعانون المشكلة من قبل سنتين، من قبل بداية الأوضاع المأساوية في اليمن. يعني التي تذكر فيها وزارة التعليم العالي بأن طلاب الاستمرارية كانوا قد طالبوا بتسوية أوضاعهم واعتماد الاستمرارية لهم في وقت سابق، إلا أن الوزارة لم تتجاوب معهم بشكل جدي، وكنا قد بدأنا الصف مفتوح في مبنى الملحقية في موسكو، تم رفعه مؤخرا بسبب نصائح من السفارة بإعطاء فرصة للوزارة لحل المشكلة، ووعود كذلك من معالي الوزير شخصيا بالتعاطي مع المشكلة بشكل إيجابي، لكن يبدو أنها بمثابة مهدئات، الهدف منها رفع الاعتصامات فقط وليس حل المشكلة. نعم. يعني أستاذ قيس، يعني مشكلتكم منذ سنتين كما تقول، مشكلة بعض الطلاب في الاستمرارية وأكثر في بعض الطلاب. نعم، يعني هناك يعني هناك من هم أكثر. طيب، يعني الآن في هذه الظروف، يعني هل لديكم أيضا نفس إشكالية مبتعثي الجامعات ومبتعثي التعليم العالي، وإلى أين وصلت الوعود المستمرة لكم؟ الآن أحكي لك بالنسبة لموضوع التمويل الحكومي. يعني الآن في روسيا حاليا أربع مشاكل من بدايه الحل الاخير اللي بداتها اللجنه، في اربع مشاكل الذي لا تحل بتاتا، منها مشكله الطلاب الاستمراريه كما ذكرت، واستغل هذه الفرصه بدورنا احنا كطلاب استمراريه، سوف نبدا نعلن ببدء التصعيد الثاني الاربعاء المقبل في السفاره. وهذا المره لن نستجيب لاي وعود او نصائح، والضامن الوحيد لوقف التصعيد هو اعتماد الاستمراريه بصوره فعليه من الربع الاول هذا العام. المشكله الثانيه الذي هي مشكله الرسوم الجامعيه لطلاب التمويل الحكومي، ايضا هذه مشكله يعاني منها كثير من الطلاب، وعانوا منها حتى يعني وصل الامر انه طردوا من الجامعات لعدم سداد الرسوم، حيث غالبية الطلاب للترم الأول لهذا العام لم يسمح لهم بالدخول للامتحانات النصفية. يعني طردوا في المدينة اللي أنا متواجد فيها، يعني حوالي خمسة طلاب في جامعة الطب طردوا من الجامعة من أداء الامتحانات النصفية. يعني مشاكل إلى جانب تأخير الرسوم، مشاكل دراسية أيضا.
يعني الى متى يتم هذا؟ نعم يعني هذا الإهمال في هذه النقطة أستاذ قيس، يعني يعد لعب بأعصاب الطالب، عدم تحديد مستقبله أيضا حين يطرد ولا يسمح له بدخول الامتحانات، كل هذه الإشكاليات هل أوصلتموها كما هي للجهات المعنية للجهات المختصة؟ يعني هناك دول تم الصرف لها، على أي أساس لم يتم الصرف للبقية؟ أذكر لك نقطة يعني حصلت، يعني أكثر من مرة في جامعات في نظام أنه يعني تأخرت أحيانا، يعني تأخر الرسوم الدراسية للطلاب، يتم التواصل مع السفارة ومع الملحقية الثقافية، الملحقية الثقافية تعمل يعني ورقة ضمان وترسلها رسالة مباشرة إلى الجامعة، يعني تعهدية بأنه يعني سيتم دفع رسوم الطالب في التاريخ الفلاني. توصل الجامعة إلى هذا التاريخ ولم تسدد، يعني السفارة ما تقدرش يعني تلزم الدولة أن تسدد لها في الوقت اللي عملت لها الضمان فيها، لذلك يضطر الجامعة تضطر بترفض الطالب وتقول يعني خلاص، يعني أصبحت يعني سمعة السفارة وسمعة الدولة أصبحت يعني بمقارنة بالجامعة، يعني تجيب لهم ورقة من السفارة يقول لك يعني سفارة إيش، يعني أصبحت يعني لا تسوى يعني. نعم، إذا ما هي برامجكم التصعيدية أستاذ قيس فيما يختص بالاعتصامات؟ الآن يعني برنامجنا التصعيدي، لأنه قد هذا يعتبر التصعيد الثالث، بحيث أنهم يعني وعدونا يعني من الوزير نفسه شخصيا يقولنا سوف يحلها، بس ما جابوا لنا ولا أي نتيجة ولا أي يعني مبرر أو إجابة، يعني يقولوا لنا بنجيبكم أو ما بنجيب، بس سكوت، يعني أعطونا مهلة، أعطيناهم مهلة يعني الآن صارنا أكثر من 3 أشهر، وهذه المرة الرابعة الثالثة اللي بنطلع فيها، يعني بالنسبة للطلاب الاستمرارية بدأنا من بعد بكرة، سوف ننتظر في السفارة سواء كان بالشارع بين الثلج بالمبيت، لأنه ما في لنا مطر غير إيش السفارة، تعتبر يعني البيت الأول في الغربة. نعم، حتى إلى غاية أنهم يستجيبوا لمطالب كل الطلاب يعني بشكل عام، يعني لأنه عارفين يعني مشكلة موجودية الجامعة موجودية الجامعات اللي نعم اتضحت مشكلة طلاب الجامعات. شكرا جزيلا لك قيس المري، طالب دكتوراه مبتعث روسيا، كنت معنا عبر الهاتف من موسكو. ننتقل الآن إلى الأستاذ عبد الحق يعقوب، طالب مبتعث جامعي في السودان، عبر الهاتف من الخرطوم. مساء الخير أستاذ عبد الحق. أستاذ عبد الحق هل تسمعني؟ أستاذ عبد الحق، إذا يبدو أنك لا تسمعني. كنا نود أن نعرف يعني إلى أين وصلت اعتصامات طلاب السودان وما مدى تعاون الجهات المعنية معكم، يبدو لأنها إشكالية عامة يواجهها الطلاب، بعض السفارات ربما تتعاطف مع أبنائها باعتبارهم جالية لديها يجب عليها مراعاتهم، وبعض السفارات للأسف تغلق أبوابها دون هؤلاء الطلاب. الغريب يعني أن المسألة إلى الآن يعني ليست بالمدة القصيرة حتى يتم التهاون فيها بهذا الشكل، هناك طلاب حرموا من أداء الامتحانات، هناك طلاب مهددون بالفصل، وهناك طلاب أيضا ستنتهي عليهم المدة الدراسية المحددة لهم من قبل الجهات المعنية. لما يتم التلاعب بالطلاب بهذا الشكل، لما كل طرف يرمي بمسؤوليته حول الطرف الآخر، ما الذي يعني حديث باسلامة وهو يتحدث عن أن الجامعات هي المعنية بهؤلاء المبتعثين؟ لابد أن يكون كل طرف يتحمل مسؤوليته كاملة. ينضم معنا الآن عبر الهاتف أيضا الأستاذ معاذ الصوفي. مساء الخير أستاذ معاذ. ألو. نعم أستاذ معاذ، أنت عضو اللجنة التنسيقية للطلاب المبتعثين في الخارج، ما هي يعني آخر المستجدات لديكم في مسألة الاعتصامات عبر التنسيقية؟ أولا مساء الخير على قناة بلقيس وعلى المشاهديها الكرام وعلى الضيوف الأعزاء. بالنسبة للجنة التنسيقية طبعا يعني كما تعرف كما غطت قناة بلقيس وجميع الصحفيين والناشطين كل الأنشطة التي ابتدأت منذ 4 أشهر، والاعتصامات الأخيرة التي بدأت في روسيا وألمانيا وماليزيا وبعدها في السودان ومصر و باكستان والمغرب وتركيا. أرادت اللجنة التنسيقية أن تكون العملية
تراتبيه من اجل انه اذا حلت القضيه في الاعتصام الثلاث الدول الاولى اللي كانت ماليزيا وروسيا والمانيا انها سنوفر العناء عن بقيه الدول باقامه اعتصامات بسبب بعد الطلاب عن السفارات وسبب الوضع المالي لهم. لكن كما يبدو انه المشكله تترحل من يوم الى اخر، وما نجده من وزاره التعليم العالي ومن اللجنه اللي شكلها من قبل فخامه الاخ الرئيس مجرد وعود تلوها وعود دون حل يذكر حتى الان. نعم، طيب يعني كما تقولون جميعا هناك فقط الوعود، يعني لا أحد أو لا جهة تتحمل مسؤولية كاملة، ولكن هناك بعض الوعود فقط لطلاب التعليم العالي، ماذا عن البقية؟ طبعا اللجنة التنسيقية ما فيش عندها طلاب التعليم العالي وطلاب الجامعات أو طلاب الجهات الحكومية الأخرى. بالنسبة لنا في المنسقية نحن نعمل الطلاب جميعا في مستوى واحد، ويجب ان تصرف لهم حقوقهم بشكل كامل، وقضيتهم قضيه واحده وهي قضيتنا، وبياناتنا التي اصدرت كانت تطالب بصرف مستحقات الدول والجامعات والجهات الاخرى، وكل البيانات بهذا الشكل، وصفحتنا ما تنشر كل الفعاليات. طبعا نحن بياناتنا كانت واضحه بهذا الخصوص، كنا ندين نطالب نتواصل بشكل شخصي مع الجهات المسؤوله، مع وزاره الخارجيه، مع وزير التعليم العالي، عقدنا معه لقاءات من اعضاء من المنسقيه لما في ماليزيا. لكن يعني كما هو واضح يعني، والذي اضطرنا ان ندعو الطلاب في تونس وفي باكستان وفي بقيه الدول التي بدات اعتصامتها حديثا الى الخروج، بعد ان يئسنا من الوعود ومن الحلول الجزئيه التي تقدم من اللجنه اللي شكلها من قبل فخامه الاخ الرئيس. نعم، طيب استاذ معاذ، يعني تقريبا ان صحت الارقام 5700 طالب مبتعث ما بين تعليم عالي وجامعات، يعني ما هو مصيرهم الان؟ ربع رابع لم يسلم من 2017، الان الربع الاول يفترض ان يسلم في 2017، ونحن نعلم انه يعني بعض الطلاب خصوصا مبتعثي الجامعات لديهم اسرهم في بلدان الابتعاث، كيف يمكن ان يتصرفوا في ظل يعني للاسف الشديد اهمال تام لقضيتهم ومشكلتهم؟ بالطبع هذه معاناة حقيقيه، هناك اهمال من قبل الحكومه، اهمال غير عادي. يعني البيانات متوفره لدى الوزارات، يعني موظفي اثنين سكرتاريه يطلبوها من الوزارات ويحلوا هذه المشكله في غضون اسبوع. لكن يعني كما ذكرتي انه المشكلات تعاني، وهناك ضغط على من الطلاب يتحركون هنا وهنا، ونجد رسائل والناس يتواصلون ويتحركون هنا وهنا، يعني كل ما حلت مشكله بلد ظهرت مشاكل اخرى، والطلاب يشعرون انهم في موقف، في نقطه ضعف، في موقف حرج، انه ربما تسرق مستحقاتهم ربما لا تسرق. لكن نحن نحاول ان احنا ندفع وننسق بالطلاب هنا وهنا من اجل ان تبقى القضيه، تبقى قضيه الطلاب واضحه وتصل الى الجهات المعنيه من اجل ايجاد حلول لهم. بصراحه نعم، الوضع صعب، وصعب انهم يتحملوا اكثر من كذا. يعني نحن الان في شهر اثنين الان، نعم، المفروض انه يكون الطلاب انتهوا من استلام الربع الاول، ولحد الان طلاب في الربع الثالث، يعني الربع الثالث في 2016 لم يسلموا. طبعا هذه مشكله كبيره جدا، ناهيك عن انه احيانا يعني كمان الان زملائنا اخواننا في تونس السفاره مغلقه امامهم وهم معتصمون في الخارج. يعني هذا شيء يعني فوق انه يؤثر سلبيا على نفسياتهم وايضا وعلى شكل الحكومة أو شكل السفارة أيضا. لكن يعني معاذ حدثني، هل هناك طلاب فقدوا منحهم في باكستان؟ يعني حدثنا الأخ قيس أنه في روسيا حرم بعض الطلاب من دخول الامتحانات بسبب عدم دفع الرسوم الدراسية، ماذا عنكم في باكستان؟ لا أعتقد أنه في باكستان لحد الآن حرم طلاب من الدخول بسبب الرسوم الدراسية، لكنهم مهددين يعني نتائجهم، لا يستطيعون الاطلاع على نتائجهم، لا يستطيعون الدخول إلى موقعهم على الجامعة بسبب الرسوم. يعني أنت لا ما تقدر. نعم، كم عددكم في باكستان؟ البيانات حقك إلا بعد أن تأخذ على الرسوم. نعم، كم عددكم في باكستان؟
عددنا في باكستان حوالي 200 يعني ما يقارب 300 طالب. نعم. طيب معاذ، يعني بالنسبة لمشكلة الطلاب المبتعثين من الجامعات، هل تم التواصل مع جامعاتهم أيضا والجهات الأخرى، وزارة الشباب والرياضة أو الجهات الفنية أو وزارة الصحة؟ هناك أكثر من جهة يتم فيها ابتعاث بعض الطلاب، هل يتم التواصل مع جهاتهم التي يعني ابتعثتهم؟ طبعا احنا كنا يعني بدأنا اتصامات قبل حوالي 6 أشهر في أغسطس 2016. نعم. يعني كان المنح الماليه لا تزال تصرف من حكومه الميليشيا في صنعاء، فطالبنا الجهات، كنا في ذلك الوقت نستطيع ان نراسل الجهات، نستطيع ان تطالب الوزارات في الداخل، لكن الان لا توجد وزارات، الان في الحكومه المشكله كل اعضاء الوزراء غير موجودين، لدينا فقط اللجنه المشكله من قبل فخامه الرئيس وهي معنيه بكل الطلاب. اللجنة المشكلة من قبل فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي لا تعني بطلاب التعليم العالي لوحدهم، هي القرار أتى بصرف جميع مستحقات الطلاب اليمنيين في الخارج. نعم. في هذا النص، لذلك يعني الآن مخاطبة أي جهة أخرى ما هو إلا تضييع للوقت وتشتيت للجهود. نعم. طيب اللجنة المشكلة أستاذ معاذ، اللجنة المشكلة هل يعني هي قامت بزيارة ماليزيا، إلى أين ذهبت أو إلى أين استقر بها المقام في نهاية الأمر؟ هي ذهبت إلى ماليزيا، حلت مشكلة ماليزيا وروسيا وألمانيا في هذه في تلك الفترة، كما أنها لم تحل المشكلة بالكامل، أنا لا أدري أين الخلل هنا، يعني هل السفارات لم ترسل بالبيانات بشكل كامل؟ هل أرسلت السفارات بشكل مثلا الآن في ماليزيا في روسيا استلموا الطلاب، الآن طلاب جامعات لا يزالون يقيمون اعتصامات إلى حد الآن. نعم، ولكن يعني الأمر ربما واضح أستاذ معاذ، يعني تحدث بسلامة كما حدثنا يعني أحد الطلاب، لم أتذكر من أي دولة، ولكن يعني حدثهم بأن التعليم العالي غير ملزمة بالمبتعثين من الجامعات، يعني بهذا الشكل يبدو أن أمرهم معلق، كيف يمكن أن يتصرفوا؟ طبعا اللجنة المشكلة من قبل فخامة الرئيس هي عبارة عن وزير التعليم العالي هو فقط عضو فيها. نعم. هو عضو، رئيس اللجنة هو وزير الخارجية، ومجموعة من الوزراء هم أعضاء في اللجنة. نعم. اللجنة هذه هي حلت كل الإشكال، يعني أخذت القضية بالكامل، الآن أي مطالبات تتم عبر هذه اللجنة. نعم. طبعا هذه اللجنة طلبت الكشوفات من السفارات أرسلت لها بالكشوفات، صرفوا بجزء، يعني دولتين مثلا ألمانيا وماليزيا صرفوا للطلاب بالكامل، روسيا صرفوا للطلاب التعليم العالي ووخروا الجامعات، في مصر نفس القصة، حدث مشكلة ومن بعدها لحد الآن لم يصرفوا أي شيء، ولا نعرف ما الذي سنصر عليه. يعني في باكستان مثلا أبلغونا بالسفارة أنه لم تصل أي مبالغ مالية حتى الآن، في المغرب أبلغوهم أنه وصلت حق التعليم العالي. يعني يعني على الحكومه، على اللجنه المشكله من قبل فخامه الاخ الرئيس، ان تراعي الوضع وتراعي الظرف الحرج الذي يمر به الطلاب، وان تاخذ القضيه يعني كما هي بحجمها. الطلاب يعانون، يخسرون دراستهم، يخسرون سنوات من فصول دراسيه، يجب ان تكون هناك حل سريع وعاجل لهذه القضيه. يعني الان الطلاب في الربع الاول، يعني نخلص من الربع الرابع ونبدا في اعتصامات في الربع الجاي، يعني لماذا لا يوجد لديهم اي اليه او نعم. اي خطه لحل هذه الاشكال بالكامل؟ يعني نحن نستغرب هنا، يعني مش معقول احنا بنظل نعتصم. صحيح. نعتصم اتمنى ان يكون يعني. صوتكم قد وصل استاذ معاذ الصوفي، عضو اللجنه التنسيقيه لطلاب المبتعثين في الخارج، يعني كنا نتمنى ان يكون معنا احد المسؤولين في التعليم العالي او في الجهه الحكوميه ليوضح لنا لما يتم اهمال الطلاب بهذا الشكل. من حق الطلاب ان يستمعوا اليكم، من حقهم ان يعني يسمعوا اصواتكم في هذه الاحتجاجات. شكرا لكل الطلاب الذين كانوا معي عبر الهاتف وعبر سكايب ايضا، اشكر لكم ايضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعايه الله وامنه.